معايا في هذه اللحظات كابتن عماد سليمان المدير الفني لفريق مصر المقاصه. مبروك يا كابتن عماد، مباراه كبيره النهارده اديتوها امام النادي الاهلي، تقييمك بشكل عام للمباراه وبتحديد الاداء في لاعبي فريق مصر المقاصه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، طبعا مباراة كانت صعبة جدا، تلعب النادي الاهلي باسمه الكبير وحجمه الكبير. المباراة الحقيقة احنا عاملين برضه حسابها كويس واستعدنا لها كويس قوي. النادي الاهلي بحجمه وقيمته اعتقد نادي المقاصة عنده قدرات، وده اللي فهمته، اللعيبة عندهم قدرات، لعيبة الحقيقة امكانيات كويسة جدا. نادي المقاصة بعد نهاية السنة اللي فاتت تاني دوري ودخوله بطولة افريقيا، اعتقد انه حط نفسه من المصاف الفرق الكبيرة موجودة في السنين الأخيرة يعني. فده اللي انا حاولت انقله للعيبة، وقلت لهم دايما الكبير انه بيثبت نفسه قدام الكبير يعني. فطبعا بحجم قيمه النادي الاهلي اعتقد ان الولاد النهارده انا بشكرهم، ادوا اداء عالي قوي، كويس قوي، وكان في التزام كويس قوي يعني. ابرز تعليمات كابتن عماد سليمان لاعبي مصر المقاصه النهارده قبل المباراه كانت ايه، خصوصا ان احنا شفناهم بيهاجموا من بدايه المباراه، كنتوا بتحاولوا ان انتوا تحرزوا اهداف ونجحتوا فعلا في ذلك؟ ده طبعا كانت تعليمات من البدايه وكانت محاضرتي، ان هي اهم حاجه لما تيجي تلعب مع النادي الاهلي لازم تبقى هادي قوي، ما تعملش مس باس كتير، ما تفقدش الكوره كتير مع النادي الاهلي، ماشي، بقدرات بحجم الامكانيات اللي عندي للعيبه الحقيقه، مع عدم فقدانهم للكوره اعتقد ان احنا قلت لهم هنمثل خطوره على النادي الاهلي، واعتقد ده اللي حصل في 90 دقيقه. حضرتك استلمت الفريق، يمكن كان نتائج سيئه جدا مع كابتن مؤمن سليمان، قدرت ازاي تتعامل مع هذه الجزئيه مع الفريق وتقدر ترجعه لهذا الاداء الرائع، واخرها طبعا الفوز النهارده، فوز كبير على النادي الاهلي بقاله فتره ما بيخسرش تقريبا. كانت الحقيقه ثقتي فيهم يعني، كان انا عندي ثقه في امكانياتهم، عندهم لعيبه الحقيقه في مجموعه زي ما انتم شايفين كده امكانيات كويسه قوي، فعندي ثقه انا فيهم. كانت اهم حاجه بس كانت النقطه الصعوبه قوي، ان انت تشيل من عليهم الضغط اللي بيلعبوا فيه، كان عندهم نقطه من 5 مباريات، فدي كانت دي عامل ضغط كبير قوي، فدي يعني قلت لهم واحده واحده هنكسب ان شاء الله، انتم محتاجين مكسب بس، ما تكسبوا مكسب هنمشي كويس. واعتقد ده اللي يمكن حصل، كانت مباراة طنطا، بعد كده مباراة اعتقد كانت سموحة الثانية كسبناها، فالحمد لله بقى في زي سلم بنطلعه بخطى كويسة يعني. التغييرات بعد الهدف الثالث بالتحديد كان هدفها ايه من كابتن عماد سليمان؟ لا، كان هدفي ان انا دلوقتي كان الاهلي ضاغط في اخر 5 دقائق طبعا، وهو هيضغط في الربع ساعه الاخيره، فكانت تغييراتي كان اول تغيير ما عملته طبعا تغيير مصعد، ده كان اضطراري اللي هو طلوع هاني، لكن كان سيناريو محطوط ان انا هشتغل بالوضع دوت. احنا بدانا المباراه بشكل 3 من ورا، وبعدين كان في سيناريو ثاني محطوط ان انا اشتغل زي ما نزل مسعد كده، صحيح جه بدري نتيجه الاصابه، لكن كان محطوط ان انا كنا اشتغل بيه يمكن خلال نص ساعه او التايم الثاني تقريبا. طموح فريق مصر المقاصه السنه دي في بطوله الدوري وصل لحد فين يا كابتن؟ والله انا يعني ثقتي في اللعيبه كبيره يعني، وثقه كبيره، وعندي يعني ايمان بيهم انهم عندهم قدرات كويسه جدا وامكانيات كويسه، اعتقد ان احنا ممكن بخطه كويسه، وكان ده من البدايه ان انا قلت لهم ان احنا ممكن بنطلع في الترتيب قبل مباراه الاهلي، قلت لهم احنا المفروض دلوقتي هدفنا وتركيزنا نخش المربع الذهبي يعني، بناخد خطوه خطوه ان شاء الله. شكرا. ده كان لقائنا مع كابتن عماد سليمان المدير الفني لفريق مصر المقاصه، اكيد هارد لك للنادي الاهلي، مبروك لفريق مصر المقاصه.